بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدتم بالخير مساء مشاهدينا الكرام، والتحية لكم أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. مشاهدينا الأعزاء، هل تقود الأمم المتحدة اليمن إلى سلام حقيقي عبر جهودها المبذولة، أم أنها نجحت فقط في تأخير الحسم العسكري ومضاعفة المعاناة الإنسانية في اليمن؟ وما خيارات الشرعية في استعادة المحافظات اليمنية من أيدي الميليشيات وتجاوز الضغوط الدولية المفروضة؟ خيارات الشرعية في مقابل المراوغة الحوثية وعجز المبعوث الأممي موضوع حديثنا ونقاشنا في هذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. هذا الموضوع أفتح النقاش فيه مع ضيفي هنا في الاستوديو، الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الغني الحميري. أستاذ عبد الغني، سعد الله مساك. مرحبا بك، وأسعد الله مساك ومساء المشاهدين الكرام، ومساءك بالخير. وأداء المبعوث الأممي، هل هو عجز أمام تعنتات ميليشية الحوثي، أم تواطؤ كما يحب البعض أن يصفه، أم سوء إدارة من قبل الشرعية للدبلوماسية وإدارة الوضع السياسي بشكل عام؟ حول هذه النقاط سنتحدث. دعنا في البداية مشاهدينا الكرام نتابع سويا هذا التقرير الذي أعده الزملاء مشكورين. ثلاثة مبعوثين، ثالثهم أجرى ثلاثة لقاءات خلال شهر واحد مع زعماء الميليشيا دون أي إنجاز، باستثناء منح الميليشيا ما تريد. تمردت الميليشيا على القرارات الأممية ورفضت تغيير نهجها الإجرامي، واستمر تعنتها مع كل المبعوثين الأمميين كما يبدو الأمر في ظاهره على الأقل. ومع كل تعنت حوثي، توقع البعض جديدا في التحرك الأممي، توقعات أثبت الواقع كل مرة أنها مجرد أماني، ليتأكد لليمنيين وبالتجربة المرة صحة نصائح كثيرين لأكثر من مرة أن لا يضعوا بيضهم كله في سلة الأمم المتحدة. لم يتوقف التعنت الحوثي في التعامل مع القرارات والمبعوثين، فحين تم تعيين الجنرال الهولندي باتريك كاميرت رئيسا لبعثة مراقبة أممية في الحديدة وفقا لتفاهمات ستوكهولم، وجد باتريك نفسه أمام ميليشيا تنقض كل اتفاق، وأدرك أن سياسة الترضية لا تجدي مع الحوثيين. وحين بلغ الصلف الميليشاوي مداه وانتظر اليمنيون الرد الأممي على العنة الحوثي، فوجئوا بتغيير رئيس بعثة المراقبة لا بتغير التعاطي الأممي المتراخي، واعتماد أسلوب الترضية مع ميليشيا لن يرضيها إلا أن تبتلع إيران المنطقة بأكملها. نجحت الأمم المتحدة إذن في تغيير مبعوثيها، وعلى الطريق يبدو أنها تسعى لإحراز نجاح آخر يتمثل في قدرتها على تغيير رؤساء بعثة المراقبة التابعة لها في الحديدة. فهل يحمل اليمنيون هم تغيير ممثلي الأمم المتحدة، أم همهم وما أهمهم يتمثل في تغيير السلوك الميليشاوي ليتغير واقعهم نحو مستقبلهم المنشود، المستقبل الذي تحتكر فيه الدولة قوة السلاح وتتصرف بقوة القانون؟ التوقف أمام الموقف اللامفهوم للأمم المتحدة يقود بالضرورة للتوقف أمام موقف التحالف والشرعية من كل ذلك. فالشعب الذي وضع ثقته في الشرعية وأيد استدعاءها لتحالف الأشقاء يبقى في انتظار تحرك الشرعية التي تمثله، الشرعية التي يدرك سياسيوها بالتأكيد مدى الفارق بين خيار الإسراع بتغيير المعادلة جذريا على الأرض وبما ينتصر أيضا لمبادئ الأمم المتحدة، وخيار انتظار دور فاعل لمنظمة تنتظر بعض شعوب الأرض دورا فاعلا لها منذ عقود. شكرا للزملاء الذين أعدوا لنا هذا التقرير، ويجدد الترحيب بكم مشاهدينا وبضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الغني الحميري، الكاتب والباحث السياسي، الحديث عن خيارات الشرعية في مقابل المراوغة الحوثية وعجز المبعوث الأممي. يجدد ترحيبي بك أستاذ عبد الغني. مرحبا. اتفاق الحديدة اعتبره البعض اختبار جزئي للحوثيين واختبار جزئي للأمم المتحدة، هل تنجح أو لا تنجح؟
ويمكن بالفعل تقييم أداء الأمم المتحدة وقدراتها وخياراتها من خلال هذا الاختبار الجزئي. كيف تقيم أنت أو تنظر إليه بعد هذه المدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأمم المتحدة ودورها في اليمن، للأسف بدأ الدور مفضوح للانحياز للحوثيين من بداية الأمر، من بعد توقيع المبادرة الخليجية، وبعد أن فرض بن عمر الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني ممثلين عن أبناء صعدة. يعني كانت هناك مظلمة كبيرة جدا من عصابة تخريبية انقلابية تحمل السلاح وتؤذي أبناء محافظة صعدة وتقتلهم وتدمر بيوتهم، وفرضت ممثلة على محافظة صعدة وتدخل مؤتمر الحوار الوطني على أنهم ممثلين لصعدة. هنا الميزان معكوس مقلوب، بدل يعني كل الشرائع السماوية وكل الدساتير والقوانين الأرضية تضمن للدولة ذات كل دولة ذات سيادة، أي ميليشيا تخرج مسلحة شاهرة سلاحها في وجه أبناء الوطن وتقتل جيش هذا الوطن، للحق ولهذه الدولة الحق أن تبسط سيطرتها على الأراضي وعلى على كل شبر تحت سيطرة هذه الميليشيا، أن تقضي على هذا التمرد إلى الأبد. لكن في اليمن جاءت الأمم المتحدة وجاء جمال بن عمر وكافأ هذه الميليشيا وجعلها ممثلة في الحوار، ممثلة بـ 34 شخص في الحوار الوطني، رغم أنهم فجروا البيوت وقتلوا الناس وزرعوا الألغام واستخدموا المدنيين كدروع بشرية وجندوا الأطفال. كل الشرور ممكن أن تكون في هذه الميليشيا لتكافأ، في حين غفلة من القوى السياسية جميعا، وتدخل مؤتمر الحوار الوطني. كان هنا الضغط، ضغط الأمم المتحدة في هذا الاتجاه، وهي كانت عبارة عن ميلاد وتغول لهذه الميليشيا، لتفتح شهيتها أكثر للقتل، لتفتح شهيتها أكثر للسيطرة وللاستحواذ على مؤسسات الدولة. بعدها أتى جمال بن عمر، ذهب وأتى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ثم الآن المبعوث البريطاني مارتن جريفيتس. مارتن جريفيتس لم يأتي بمعزل عن الدور الذي تريد أن تلعبه بريطانيا في الوقت الراهن، والذي استدعي من قوى، يعني هو ممثل لبريطانيا أم للأمم المتحدة؟ جاء هو وفقا كان في رؤية قدمتها بريطانيا أصلا إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة، وكان عندها رؤية في قضية إيقاف الحرب وإيقاف الحديدة وإيقاف الحرب في الحديدة. يعني المبعوث ممكن يخلط بين الأجندة؟ لا شك في ذلك، بريطانيا تدعمه بقوة في هذا الأمر. نحن الآن يعني أمام خطر حقيقي على القضية اليمنية وعلى الدولة اليمنية بشكل عام. خطر حقيقي وخطر حقيقي كبير، لأنهم يريدوا أن يجعلوا نقاط ارتكاز بإيقاف المواجهات العسكرية، وكأنهم يريدوا أن يكافئوا هذه الميليشيا بأنها تبقي على ما في يدها ولا تتنازل عنه. يعني عندما تجعل النقاط ممنوع التقدم فيها للجيش، الجيش الوطني الشرعي، ونقاط أخرى يسيطر عليها الميليشيا، وأنت دولة وهو عصابة خارجة عن القانون وميليشيا خارجة، كل سواء كانت القرارات الأممية 2216 أو ما تلاها أو كل الدول، دول العالم كله، مع أن تستعيد الشرعية، معترفة بحكومة شرعية، مع أن تستعيد سيطرتها على كامل الوطن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، أنت عندما تريد أن توقف تحرير الحديدة أنت تريد أن تستمر أصلا مكافأتك لميليشيا الانقلاب ب90 مليار ريال سنويا يجنوها من ميناء الحديدة لتستمر وقود وإشعال الحروب لهذه الميليشيا
تكبر أكثر. وصفت اليمن بأنها في خطر حقيقي، مصدر هذا الخطر أشرت كأنك إلى الأمم، مصدر أداء الأمم المتحدة. مصدر هذا الخطر أن نستسلم لمخطط إيقاف الجبهات العسكرية وعدم تحرير كل شبر من ثرى اليمن، الوضع الطبيعي والأصل والذي يجب أن ندفع كلنا باتجاهه، حكومة شرعية وأحزاب وشعب والكل يتوق إلى هذا الأمر، أن تتحرر الحديدة وتتحرر حجة وتتحرر عمران وذمار وصنعاء وصعدة، لا يبقى حتى قرية واحدة تحت سيطرة الحوثيين. ميليشيا خرجت على الدولة بقوة السلاح تمثل تهديدا على دول الإقليم وعلى السلم العالمي، ينبغي أن ينزع سلاحها، ينبغي أن يخضع قادتها للمحاكمات العادلة، ينبغي أن ترجع الدولة لتمارس صلاحيتها وتحمي الشعب من العنجهية والغرور والهمجية التي تمارسها هذه الدولة. نحن الآن أمام اتفاق مزمن، اتفاق واضح، ومع ذلك هناك مراوغات، وهناك فقط يعني حتى الآن يحاول مارتن جريفيتس أنه يدخل في مواعيد جديدة لحوارات جديدة، ولم يستطع أن يقنع حتى الحوثيين بتسليم ميناء الحديدة للشرعية، لن يسلموا. طيب ميناء الحديدة واتفاقية الحديدة، أين المشكلة بالضبط؟ هل عند الحوثيين أم عند الشرعية أم عند يعني المبعوث الأممي؟ أي أما ممكن المشكلة تتوزع عليهم جميعا، ما رأيك؟ هو تتفاوت النسب، تتفاوت النسب. أنا أعتقد أنه الشرعية كشرعية لا ينبغي أن تقبل بأنصاف الحلول في قضية السيادة. نحن دولة شرعية، لا يمكن أن يتم تسليم هذا الميناء، ميناء الحديدة، إلا لقوات الشرعية، وينبغي أن تحرر الحديدة، هذا أولا. ثانيا، مارتن جريفيتس أو الأمم المتحدة هم لا يحلون الصراعات مطلقا، هم يديرون النزاعات، يديرون الصراعات. بالله عليك، لما يحرص على حل مشكلتنا نحن اليمنيين، والأمم المتحدة تأخذ مليارات الدولارات وتستفيد 60% من هذه المليارات كميزانيات تشغيلية وكرواتب لأعضاء فرقها ومستشاريها ورحلات وفنادق وتذاكر سفر، لما ما الذي يجعلها تسرع في حل القضية؟ يعني لا مشكلة، لا مشكلة لديهم في بقاء الصراع. طيب إذن لا يتحملون أيضا المسؤولية أو كونهم هم الطرف المقصر، لأنهم يؤدون عملهم بالأخير بهذا الشكل الذي وصفته. العمل قد يكون أصلا عندما تكون تؤدي عملك على أكمل وجه، ينبغي أن تحمل الميليشيا، ميليشيا الحوثيين التعنت. الآن أطلق النار على موكب باتريك كاميرت الذي أتى ليشرف على إيقاف إطلاق النار وعلى تسليم ميناء الحديدة، أطلق النار على موكبه، احتجز مرتين، منع أن يلتقي بوفد الشرعية لأكثر من مرة، طالب الحوثيين بتغييره وغير. هذه ضمن النقاط. المبعوث مارتن جريفيتس يعمل له أعذار إنه هو أصلا كان يعني مهمته إلى تاريخ 5 فبراير وتنتهي مهمة هذا، وأنه ليس أيوة، وأنه لم يغير بناء على طلب الحوثيين. أنا أعتقد إنه هذه تصريحات دبلوماسية يريد أن يمتص بها الغضب من فشله في إقناع الحوثيين من التقدم في اتفاق ستوكهولم في السويد. حقيقة أنا بالأخير، وأعتقد أنت وكثير من المشاهدين، لن يتفاجأوا مطلقا إذا أعلن مارتن جريفيتس في قادم الأيام أنه عجز، أو حتى هو سيقدم استقالته، لأن الغطرسة الحوثية اللي إحنا عهدناها مشروع كهنوت لا يمكن أن يسلم حتى قرية، وليس ميناء يدر عليه المليارات شهريا. طيب يمكن من خلالك استبط هذه 3 التوصيفات، عنجهية حوثية وفشل أو عجز لدى المبعوث الأممي. سندرس أيضا خيارات وواقع الشرعية وبما يمكن أن يوصف أدائها. اسمح لي هنا أن أشرك معي في هذا الحوار الدكتور فيصل علي، رئيس مركز ديمومة، رئيس مركز يمنيون للدراسات. دكتور فيصل، أسعد الله مساك وأهلا وسهلا.
مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم. اهلا دكتور فيصل، نحن نتحدث مع الاستاذ عبد الغني الكاتب والباحث السياسي حول يعني اداء المبعوث الاممي واداء الحوثي وواقع الاتفاقيات وخيارات الشرعيه. ولعلنا وضعنا في بدايه حديثنا نموذج اتفاق الحديدة لقراءته ودراسة أبعاد، يعني هو حلقة مصغرة أو شكل مصغر للتحركات القادمة إن تم الذهاب لأي اتفاقيات قادمة. بمعنى هل ستسير أي اتفاقيات قادمة إذا ذهبت الشرعية نحوها بنفس الوضع والطريقة والآلية التي سار عليها اتفاق الحديدة؟ ما رأيك؟ أنا أتفق مع الصديق العزيز الذي عندكم في الاستوديو عندما تحدث أن هذه المنظمة العجوز باتت تدير النزاعات لتتحصل الأموال ولتعتاش من يعني على حساب دماء الشعوب. هذه المنظمة يجب أن تغير بشكل عام، فهي لم تحل أي قضية لا في اليمن ولا في خارج اليمن. من كان ينتظر من الأمم المتحدة حلولا جذرية لمشكلته فعليه أن يراجع أفكاره ويراجع استراتيجياته وطريقة تعامله مع هذه المنظمة الدولية. ما جرى في الحديدة من تراخي وتراجع لصالح الأمم المتحدة حتى أنها يعني أفشلت التحرير هذه المدينة. كانت القوات قاب قوسين أو أدنى من النصر، القوات التابعة للتحالف والمشتركة مع الشرعية قاب قوسين أو أدنى والناس ينتظرون الحاسم، لكن الأمم المتحدة ضغطت لصالح طرف في التحالف لإيقاف هذه الحرب حتى لا يعني لا تتسع الضغوطات الدولية على هذا الطرف أو ذاك. على كل حال الأمم المتحدة في اليمن ستصل إلى طريق مسدود، واحد بسبب تعنت الحوثيين، اثنين بسبب رخاوة الشرعية ورخاوة الأحزاب الذي يعني كل الأحزاب اليوم لا تتعامل بشكل مسؤول، والشرعية تتعامل بكثير من الخصام. طيب مع دكتور فيصل، الأحزاب السياسية ما علاقتها؟ حاسم واضح لماذا يتم دكتور فيصل الأحزاب السياسية، نريد أيضا أن تفصل لنا في بعض الجزئيات. تم تسويق جيوب السيف يمني من التراث اليمني. أشرت دكتور فيصل إلى نقاط مهمة، تهريب آثار مع منظمة دولية، يجب أن تقف الشرعية موقفا حاسما من هذا الأمر. وهذه واحدة من القضايا، تغيير جريفيث، يجب أن يعني أن تطالب به الشرعية وتطالب به الأحزاب ويكون هناك ضغط شعبي موازي لتغيير هذا. نعم، إن كنت تسمعني دكتور فيصل كنت أحب أيضا أستفسر منك عن أشرت إلى رخاوة الشرعية ورخاوة الأحزاب، ما الدور الذي يمكن أن تقوم به الأحزاب السياسية في مواجهة الأمم المتحدة إن كنت قد أشرت إليه، أو أداء المبعوث الأممي؟ هناك أدوار كبيرة يجب أن تقوم بها الأحزاب. لدى هذه الأحزاب دوائر العلاقات الدولية، لماذا لا تستغل هذه الدوائر في فضح تلاعب هذا المبعوث بالقضية اليمنية؟ لماذا يتم يعني في ظل وجود هذا المبعوث، لماذا يتم دعم الحوثيين عن طريق هذه المنظمة؟ لماذا لا يتم التدخل السريع والمطالبة بتطبيق القرار 22/16 وبنزع السلاح عن هذه الجماعات المسلحة؟ لماذا ترك الأمم المتحدة للعبث، يعني يترك المبعوث ليعبث بمستقبل الشعب اليمني وقضية الشعب اليمني؟ إذا لم تستطع الأحزاب والشرعية المواجهة يعني في جلسات الحوار، تستطيع أن تفعيل هذه المواجهة سياسيا وإعلاميا ودبلوماسيا؟ هناك وسائل ضغط كثيرة يجب أن يستغلوها. لماذا الحوثي يتعنت ويستطيع أن يراقب وأن يفاوض وأن يحصل على الفرصة والفرصة
هل هذه الأحزاب باتت مع الشرعية لا تساوي ثقل الحوثي في المجتمع الدولي؟ هذا غير معقول وغير ممكن. كنت دكتور فيصل راجع خطابها على الشرعية أن تقف يعني موقفا حاسما من هذا المبعوث وتطالب بتغييره. سيدي الكريم، الصومال دكتور فيصل مبعوث الأمم المتحدة ونحن دولة لديها شرعية وما زال الاعتراف بها قائما، ومؤسسات الدولة وزارة الخارجية وسفاراتنا ومثلا في كل أنحاء العالم، لماذا يكون هذا الموقف المتراخي أمام طيب اسمح لي دكتور فيصل أمام هذا العبث الذي يقوم به المبعوث الدولي لليمن؟ دكتور فيصل، أشرت إلى أن هذه المنظمة ووصفتها بالعجوز يجب أن تغير، واضح أن الشرعية واليمن ليس بمقدورها تغييرها، لكن هل بمقدورها تجاوزها؟ هل اليمن اليوم بكل هذه يعني بشرعيتها وبأحزابها وبالتحالف الذي جاء لمنافسة هذه الشرعية أضعف من الصومال؟ بالطبع لا. تستطيع اليمن يعني بهذا الوضع الحالي تستطيع الشرعية والأحزاب طرد هذا المبعوث والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، تقديم طلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تغييره، لأنه يتدخل في الشؤون الداخلية ويماطل ويعني يزيد من مسافة من مساحة الصراع ومسافة الصراع، ولا يعمل يعني كما هي طبيعة عمله، لا يقوم بالعمل كما هي طبيعة عمله في يعني في تطبيق القرارات الدولية وإعادة الشرعية وإعادة مؤسسات الدولة، إن كانوا يريدون يعني لهذه الدولة لهذه المؤسسات أن تعود فليبدأوا من هذا المسؤول. لماذا لا يضغط على الحوثيين؟ لماذا يضغط دائما باتجاه الشرعية؟ المنظمة الدولية صحيح أنها باتت عجوز، لكن لديها منظمات فرعية متصلة بها و لديهم شبكات كبيرة من العلاقات وجماعات الضغط، تبتز دول التحالف وتبتز الشرعية، وكل ذلك على حساب مصالح الشعب اليمني وعلى حساب عذابات أهلنا في الحديدة وفي غيرها من المحافظات، وعلى حساب دماء الشعب اليمني التي تنزف كل يوم في تعز وفي حرب وفي ميد وفي كل يعني الجبهات التي تشتعل تارة وتنطفئ تارة. الدكتور فيصل علي، رئيس مركز يمنيون للدراسات، كنت معنا. شكرا دكتور فيصل، أشكرك وأعود إلى ضيفي هنا الكاتب والباحث السياسي أستاذ عبد الغني الحميري فيما يتعلق بالضغط من أجل تغيير المبعوث الأممي. هل المشكلة في المبعوث إذا تغير مثلا؟ على العموم سأعلق قليلا على كلام الدكتور فيصل علي. لا بس دور الأحزاب أو دور الشرعية في الوقت الراهن، أنا أعتقد بعد ما سيطرت ميليشيا الحوثي على عدن وعلى اليمن كامل وخرج الرئيس وخرج الوزراء هاربين مشردين، لا ميزانية لا جيش لا شيء، أصيبت الشرعية بشلل دماغي أو بحالة ذهول، كما أصيبنا جميعا بحالة من الذهول إلى أين جرت الأمور. ثم أتينا وإلى وقامت عاصفة الحزم وإعادة الأمل والتحالف. كان الجميع يعتقد أنه بالتحالف الذي أقيم أن الأمر لن يتجاوز 3 شهور حتى يتم تدمير الميليشيا الحوثية وتعود الشرعية إلى صنعاء، وكان هذا الأمر الجميع متفائل فيه. ربما كان هذا سببا عن غياب استراتيجيات حقيقية بين قيادة الشرعية وبين التحالف العربي، يعني استراتيجية حقيقية تحدد الصلاحية، تحدد ما دوركم، ما دورنا، إيش الخطط للتحرير، خطط لكذا، هذه غابت نوعا ما. اليوم يعني مستشاري الرئيس، رئيس الجمهورية، كلهم من مختلف الأحزاب، من مختلف الأحزاب هم مستشاري الجمهورية. الأصل أن عليهم أمانة وعليهم واجب إنهم يعملوا هذه الخطط الاستراتيجية في تحرير الأرض، تحرير اليمن، كل اليمن، كيف تحرر اليمن. من يعني الأحزاب، إيش دور الأحزاب وإيش دور، أنا أقول لك
فعلا الشرعية قادرة أنها تغير المبعوث الأممي مارتن غريفيتس، وقد جاء قبل أسابيع إلى هنا وعلى أساس يطالب بمشاورات جديدة، لكن فخامة الرئيس قبل أن يقابله جعله يقابل الكتلة البرلمانية، ثم جعله يقابل الأحزاب، وسمع من الكتلة البرلمانية وسمع من الأحزاب السياسية. بدل ما كان يطالب بفتح جولة جديدة للمحادثات من فخامة الرئيس بعد أن سمع من الأحزاب وسمع من الكتلة البرلمانية، رجع يطلب مهلة لنهاية الشهر من أجل تحقيق اتفاقية إلى نهاية شهر فبراير، من أجل تحقيق اتفاقية الحديدة على أرض الواقع وإقناع الميليشيا الحوثية بتسليم ميناء الحديدة، ولن يستطيع إقناعه. الرجل جاء يريد اختراق الجدار، جدار التقفيل الحوثية. عقول شكلت على الحق الإلهي في الحكم وعلى ابتزاز اليمنيين وعلى السيطرة عليهم وعلى إرغامهم وإلواء أعناقهم، جاء ليخترق وليحقق لنفسه انتصارا وتقدما في المشاورات، ولو على حساب اتفاق لن يتم تطبيقه على أرض الواقع، ولو كان هذا الاتفاق على حساب دماء اليمنيين وعلى حساب الشرعية نفسها وعلى حساب الوطن. والأصل أنه يعني في نقطة معينة عندما يتجاوز العامل الزمني الذي حدد لإنجاز هذا الاتفاق، الأصل أن الشرعية تعتبر نفسها غير ملزمة على الإطلاق بما تم الاتفاق عليه مع ميليشيا الحوثيين في استوكهولم، لأنهم لم يطبقوا ما هو عليهم من تسليم الميناء. وعلى هذا يبدأ الأمر بقضية التحرير، تحرير اليمن. بالأخير تحرير اليمن هذه مشكلتنا نحن اليمنيين، معنيين بها نحن، معنية وملزمة بها قيادتنا الشرعية. التحالف العربي جاء لمناصرتنا، لكن قبل التحالف العربي هل كان في صراع بيننا وبين الحوثيين؟ نعم، خضنا معهم 8 حروب. هل لسبب أو بآخر إذا قرر التحالف العربي إيقاف عملياته العسكرية، إيقاف العمليات العسكرية الجوية في اليمن، هل معنى ذلك أنه ستتوقف وسيتوقف الصراع مع الحوثيين والشعب اليمني؟ مطلقا لن يتوقف، لن يتوقف إلا بإرغام هذه الميليشيا على تسليم أسلحتها وعلى تسليم المدن وعلى جعل يعني نفسها مثله مثل أي يمني، لا يفرق عليه ولا يجي يقول أنه سيد وأنا عبد وأنه قنديل وأنا زنبيل، ويفرض علي الحكم بقوة السلاح. لا يمكن أن الشعب اليمني يتوقف عن مقارعة هذا الكهنوت، لا بتدخل الأمم المتحدة ولا بتوقف التحالف العربي. إذا توقف بالأخير هذا صراع سيستمر إلى أن تكسر شوكة الحوثيين وإلى أن يقدم عتاولة مجرميهم للمحاكمات. أصبح ما بين الشعب اليمني وما بين الحوثيين يعني فجوة عميقة، لا يمكن أن يأتي لا مارتن غريفيتس ولا باتريك كاميرت ولا غيرهم ولا مبعوث لاحق ولا مبعوث سابق يستطيع أن يحل هذه المشكلة بترهات لا فيها لا عدالة ولا فيها اقتصاص من ظلمة ومجرمين ولا فيها تحقيق لسيطرة كاملة وشاملة للدولة على مختلف الأراضي اليمنية. طيب، أمام هذه الأطراف سواء المتصارعة أو الراعية أو الداعمة أو الوسيطة، إذا قلت أنا كمواطن أو متابع، أنا يعني بالنسبة لي ليست المشكلة مع الحوثي فهو معروف وينفذ أجندته، ولا مع الأمم المتحدة فلها أجندتها وطريقتها، ولا حتى مع التحالف. مشكلتي أنا مع طريقة إدارة الشرعية للملف السياسي والتعامل مع المبعوث الأممي ومع الحوثي. إلى أي مدى أكون
قد أصبت الحقيقة بمثل هذا الحديث. سنخرج إلى فاصل قصير أستاذ عبد الغني، نعود نكمل حوارنا ونعرج على هذه النقطة التي أثرناها. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم من جديد لنكمل حلقتنا وحوارنا اليوم حول الخيارات الشرعية على في مقابل المراوغة الحوثية وعجز المبعوث الأممي، مع ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الغني الحميري. جدا ترحيب بك أستاذ عبد الغني. قبل الفاصل كنا أشرنا إلى المشكلة، وإذا قال المواطن أن المشكلة في الشرعية ليست في الحوثيين وليست حتى في الأمم المتحدة، في إدارة الشرعية للملف التفاوضي السياسي، إلى أي مدى يكون قد أصاب الحقيقة؟ ربما أختلف نوعا ما في هذا الجانب. قلت لك إنه لماذا؟ ما كان يعتقد أن المعركة ستحسم في أسابيع وشهور قليلة غيب التخطيط الاستراتيجي. بعدها للأسف الشديد صار الاعتماد الكلي على أشقائنا في التحالف، من تسليح للجيش، من الرواتب، من الأمور، حتى في تخطيط المعركة مع بعض المشاركة من قبل الشرعية. نحن اليوم بعد أربع سنوات الأصل إنه قادة الأحزاب مستشاري الرئيس يعملوا تقييم حقيقي للمرحلة السابقة بإيجابياتها وسلبياتها. بعد هذا التقييم وتقييم الإيجابي والسلبي فيه، الأصل أن يقدموا خططهم الاستراتيجية لفخامة الرئيس، خطة تحرير اليمن، خطة تفعيل المناطق المحررة وإيجاد الخدمات لهم، خطة استتباب الأمن في المناطق المحررة، خطة انتعاش الاقتصاد وتوفير السلع الغذائية. هذه كلها أستاذ عبد الغني، أنت هنا تعمل مداخلة ما بين دور الحكومة وبدور الأحزاب. احنا لدينا حكومة مكونة من وزير الدفاع ووزير الاقتصاد ووزير الزراعة. مستشاري الرئيس ليسوا بمعزل عن الحكومة، هذا ايضا موظف حكومي يتبع رئاسة الجمهورية، مثل ما الحكومة تتبع. احنا لا نريد ان نبرئ الاحزاب، الاحزاب تقوم بجزء كبير منها في المسؤولية، يتحمل مسؤولية ما جرى كل الفرقاء، سواء كان قيادة الشرعية، سواء كانت المستشارية الرئيس، سواء كانت الحكومة، سواء كان جزء منها التحالف العربي. هناك أشياء بالفعل نحن كنا بحاجة لخبراتهم في قضية استتباب الأمن وتفعيل الخدمات في المناطق المحررة. لم تسر الأمور على بالشكل المطلوب، ولم تتم المراجعات بالشكل المطلوب حتى نوجد مناطق محررة نموذجية. لو أن المناطق المحررة أصبحت نموذجية في خدماتها وأمنها واستتبابها، وعادة الحكومة والرئاسة والوزراء إلى المناطق المحررة، لانتفضت كل المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، لأنهم يحولوا بينهم وبين الخير الذي يرونه في المناطق المحررة. هذا يعيدنا على أن المشكلة نريد أن المشكلة في الشرعية. هذا يعيدنا إلى أن المشكلة في الشرعية وإدارتها. المشكلة قلت لك يشتركها الجميع، لا تحمل لا قيادة شرعية. الشرعية وقيادتها من ماذا مؤلفة؟ هل هي عاجزة؟ من مختلف الأحزاب. هل هي عاجزة؟ لا يوجد حزب في الساحة اليمنية، سواء كان المؤتمر أو الإصلاح أو الاشتراكي أو الناصري أو البعث أو السلفيين، إلا وهم ممثلين في قيادة الشرعية. إذن الشرعية كل توجهها الأحزاب ليسوا بمعزل. عندما نتحدث عن الشرعية يجب أن يعي المستمع ونعي جميعا أن الشرعية يعني الأحزاب اليمنية بمختلف تياراتها. الشرعية غير الأحزاب اليمنية، أحزاب اليمنية مكونات سياسية ممثلة. الشرعية رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، نائب رئيس الجمهورية، الجهاز هذه الشرعية أليست ممثلة؟ أليست ممثلة كل الأحزاب ممثلة الشرعية وقيادتها وتتحمل صحيح. وتتحمل جزء، كل على حسب موقعه وثقله على أرض الواقع. طيب المهم نحن لسنا هنا من أجل أن نتبادل اللوم ونتبادل التلاوم ومن المقصر،
ما المطلوب في المرحلة المقبلة؟ إيه لابد أن نحدد من المطلوب في المرحلة المقبلة. كما قلت لك أخي مختار، الأصل أن يكون لدينا خطة استراتيجية خاصة بنا نحن في القيادة الشرعية لتحرير اليمن. كانت أنا الأمم المتحدة جزء من هذا الخيار، وكان بها، كانت عائقا الأمم المتحدة أو مبعوثيها. أنت حيث تضع نفسك، المجتمع الدولي خذها بصريح العبارة، أنت حيث تضع نفسك تفرض نفسك على أرض الواقع سيحترمك المجتمع الدولي وسيتعامل معك، وإن كنت ميليشيا انقلابية مثل الحوثيين ستتقهقر، ستنزع صلاحيتك، ستنزع مهامك، حتى وإن كنت سلطة شرعية معترف بها دوليا، مع الأيام هذه السلطة ستتآكل وستنتزع رويدا رويدا منك، حتى ربما يأتي ببديل عنك. ولذلك ينبغي أولا وقبل كل شيء، أنا كنت بالأمس مع بعض الإخوة من قيادات الأحزاب، جلسنا ورأيت حقيقة ما يثلق الصدر، يعني من إصلاح، من اشتراكي، من ناصري، من مؤتمر، الجميع مدرك أن هناك خطر محدق على الدولة اليمنية، وينبغي أن يكون هناك مشروعا وطنيا جامعا لكل فئات مناصرية الشرعية، وينبغي أن نتحمل نحن اليمنيون مسؤولية تحرير بلدنا وفرض سيادة الدولة على كل شبر في هذا البلد. معنا الأشقاء يسندون وينصرون ويشدوا من أزرنا، وقد بذلوا معنا الكثير من المال والنفس والسلاح، هذا الحديث وجميلهم فوق رؤوسهم، هذا الحديث نسمعه منهم منذ سنوات. طيب لكن يا أخي وصل السكين للعظم، الشعب لم يعد يحتمل مزيد من المعاناة، لا عد تحتمل لا اليمن كدولة ولا اليمن كشعب ما يجري على أرض الواقع، المجاعات على الأبواب، الأمراض تفترس الناس، الناس حتى في المناطق المسيطر عليها الحوثيين والله لا يريدوا إلا إرادة حقيقية للتحرير، ويعرفوا أنهم إذا انتفضوا ضد الحوثيين هناك من يسند ظهرهم، مثل ما حدث في عتمة وعبد الوهاب معوضة وخذلت عتمة، ومثل ما حدث في إب وثمان مديريات تتحرر في يومين وخذلت محافظة إب ولم تدعم، فانطفأ كل صوت يريد التحرر من الحوثيين لما يراه من التنكيل بمن ينتفض. اليوم تنتفض حجور ومستبة وكشر، وهذه كلها الآن تنتفض وتريد دعما حقيقيا، ومستعد كثير من القبائل أن تنتفض في وجه الحوثيين إذا رأوا حجور تنصر. دعني أعيدك، وهذا يعيد اللوم على الشرعية دائما، يعني كل النقاط التي تذكرها يعيدنا أننا المشكلة عند الشرعية، يجب أن تعترف الشرعية بمشكلتها وأن تسعى لمعالجتها. هل لديها خيارات أم أنها عاجزة؟ لا شك أن الشرعية لديها خيارات كثيرة جدا. أيضا لنكونش دائما نجيد نسلخ جلودنا ونضرب ظهورنا بالسياط ونلهبها باللوم الزائد. الشرعية عليها ضغوط، عليها ضغوط دولية، عليها ضغوط إقليمية، عليها يعني في تآمر من الداخل ومن الخارج، وهي قدر الإمكان تحاول أن تصمد في وجه هذه الضغوطات، وتحاول أن تحافظ على ثوابت اليمن واليمنيين من بناء اليمن الاتحادي ومخرجات وتطبيق مخرجات الحوار الوطني، وتحاول قدر الإمكان أن تعمل توازن في رؤيتها. ما بين، أنت تعرف أخي، نقلتني إلى هذا السؤال، إنه قرارنا نحن كشرعية لم يعد بأيدينا تماما، صار الملف ملف إقليمي، ملف اليمن، ويراد له أن يكون ملفا دوليا، ونحن ربما نأمن ونأنس بالإقليم
لأنه جزء منا وأمنه أمننا، واستراتيجياته بالأخير يعني متداخلة مع استراتيجيات وأمن اليمن إلى حد كبير، لكن التدخل الدولي سيكون مرعبا في اليمن. ولذلك ينبغي أن نلحق أنفسنا نحن كيمنيين. أيضا تذكر لنا نقطة وتضع أمامنا سؤال، يعني أمام هذه النقطة، إذا كنا لا نملك قرارنا ليس بالكامل. أنا لم أقل أن الشرعية مسلوبة، أن الشرعية مسلوبة القرار. قلت لك هناك ضغوطات، لديها قرار ولدى فخامة الرئيس قرار، وفخامة الرئيس يعني أثبتت الأيام أنه في أحلك الظروف وأصعبها شديد المراس ويمتلك قراره ولا يضغط عليه أحد. وقربنا هذه الأمور في أمور كثيرة جدا، يوم أن يحس أن هناك خطرا عظيما على الشعب ولا على اليمن ولا على الحكومة استجد الرئيس يتخذ قرارات وربما لا يرجع لأحد فيها. طيب ما الخيارات؟ القرار موجود، لكن بالأخير أنت تتعامل بسياسة، والسياسة تريد توازنات إقليمية وتنازلات دولية مع واقع متداخل، مع واقع متشابك تماما. طيب الخيارات الشرعية في استعادة المحافظات اليمنية من أيدي الميليشيات، هذه نقطة، وتجاوز الضغوطات المفروضة، ما هي هذه الخيارات؟ أنا أعتقد وقد قدمت مرة رؤية في هذا الشأن لفخامة الرئيس ولنائب الرئيس ولكثير من قادة الأحزاب بشيء اسمه التكتل الوطني اليمني لمناصرة الشرعية، وحاولنا إقناعهم، وحتى الأحزاب بدأت تشتغل في هذا الجانب، إنه في تكتل وطني يمني يريد أن يرى النور. كان هذا التكتل لو أقيم منذ 3 سنوات لكان حاجزا صلبا وداعما قويا للشرعية ولفخامة الرئيس في على الضغوط التي تمارس عليه، لأنه بالأخير مع احترامي لمجلس النواب اللي قد له أكثر من 15 سنة واللي قد مات من مات فيه وإلى آخره، التكتل الوطني اليمني لمناصرة الشرعية من كل الأحزاب، القبائل، العلماء، رابطة الإعلاميين اليمنيين، أعضاء مجلس الشورى، أعضاء مجلس النواب، الجيش، المقاومة الشعبية، المنظمات، منظمات المجتمع المدني، مكون المرأة، مكون الشباب، هذا التكتل العظيم لو كان رأى النور منذ 3 سنوات لكان له دورا عظيما في بناء استراتيجيات لليمن، استراتيجيات اقتصادية وعسكرية ومن أجل رؤية لتحرير اليمن. اليوم أنا أعتقد أنه قيادة الأحزاب، مستشاري رئيس الجمهورية، الموجودين من أعضاء مجلس النواب ينبغي أن يجعلوا هذه الاستراتيجية وأن يجعلوها واقعا حقيقيا. طيب تقدم لفخامة الرئيس سواء بالمراجعة، مراجعة العلاقة ما بيننا وبين الأشقاء في التحالف العربي، أو سواء التعاطي مع مبادرات الأمم المتحدة، وما تطلبه منا كشرعية. طيب أستاذ عبد الغني، يعني التكتل واحد من الخيارات التي تملكها الشرعية في مواجهة الميليشيات الحوثية ومواجهة أيضا عجز المبعوث الأممي. أحد الخيارات، هناك خيارات أخرى سنأتي إليها. اسمح لي معي الآن ضيفي عبر الهاتف الدكتور طارق شندب، أستاذ القانون الدولي. دكتور طارق، أسعد الله مساك وأهلا وسهلا. حياك الله، تحية لك وللسادة الضيوف وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا دكتور. وأنت أستاذ في القانون الدولي، نحن هنا في اليمن نعاني من البعض يوصفه بالعجز الكامل للمبعوث الأممي للضغط على الحوثيين لتنفيذ الاتفاقيات، وخصوصا اتفاقية السويد وبما يتعلق بموضوع الحديدة، والبعض ما يوصفه بأنه انحياز، والبعض أيضا يراه بأنه تقاعس أو ضمن أجندات دولية. كيف تنظر إلى مثل هذه التوصيفات في ظل واقعنا اليمني المعاج؟
أولا لابد أن نؤكد أن ميليشيات الحوثي لم تلتزم بأي قرار دولي اتخذته الأمم المتحدة منذ بداية الأزمة اليمنية، وكذلك لم تقم الأمم المتحدة بكافة أجهزتها، لا مجلس الأمن ولا الجمعية العامة، بأي إجراء لفرض هذه تنفيذ هذه القرارات. هذا أولا. فيما يتعلق باتفاق ستوكهولم الأخير أو فيما يتعلق بالحديدة وغير الحديدة، هذا بين الميليشيات الحوثية الإرهابية هو دائما التقلب والمراوغة، وللأسف نرى مراقب، أتكلم أنا ولست طرفا في النزاع ولكن كخبير وكمراقب في القانون الدولي، أرى أن الأمم المتحدة لا يمكن القول أنها متواطئة ولكن عندها نوع أكثر من التواطؤ، وهذا للأسف بدأ ظاهرا عند كل المراقبين العرب والأجانب أن الأمم المتحدة لا تقوم بواجبها إن بفرض القرارات الدولية أو بفرض القرار أو الاتفاق الأخير الذي تم حول الحديدة، بل أن مراوغة ميليشيات الحوثي أن استغلت هذه القرارات وتلك المهل الزمنية التي فرضها الأمم المتحدة والتزمت بها الشرعية والتحالف الدولي لتزيد من إرهابها ولتزيد من عجرفتها وقتل الشعب اليمني. للأسف يجب نعي جميعا أن الأمم المتحدة لم تلعب أي دور إيجابي لا في الأزمة اليمنية ولا في أزمة عربية، وبالتالي أعتقد أن اليمنيين باتوا يدركون الآن منذ أكثر مما مضى أن الحل لن يكون إلا بالتحرير بالقوة، وأن ميليشيات الحوثي الإرهابية المتواطئة مع إيران والتي تلعب على الطاولة من تحت الطاولة مع الغرب مع بعض الدول الغربية تحاول تنفذ أجندات خارجية لإحراق اليمن لاستمرار أزمة الشعب اليمني، وللأسف الأمم المتحدة هي غطاء أصبحت غطاء لتلك الميليشيات في كثير من المراحل. الدكتور طارق شنداب أستاذ القانون الدولي كنت معنا، شكرا جزيلا لك دكتور، شكرا لك ولمشاركتك لنا. وأعود إلى ضيفي هنا الأستاذ عبد الغني الحميري. أستاذ عبد الغني، في إطار الخيارات التي تملكها الشرعية كان الحديث على أن لابد على الشرعية أن تتعامل مع الميليشيات الحوثية بسياسة العصا والجزر، الحل السياسي والحل العسكري. في الحديدة دخل الناس في اتفاق سياسي، لماذا وضعت الشرعية عصاها في الحديدة؟ لم توضع بعد، لم تستخدمها حتى الآن، إلى الآن ما زال، رغم أن الحوثيين ينقضون هذه الاتفاقية، ما زال الرجل يطلب مهل، فاعطه وقته، اعطه وقته وأنت تعلم ما نتيجة هذا الوقت وهذه المهلة. لكن ينبغي أن الجيش الوطني والأشقاء في التحالف يكونوا على أهبة الاستعداد لتحرير الحديدة، لإغلاق النفس، نفس مش نفس، هذه ماسورة كبيرة جدا تضخ المليارات الريالات شهريا، تقريبا ما يعادل من 8-9 مليار ريال شهريا تستفيد منها ميليشيا الانقلاب الحوثي من إيرادات ميناء الحديدة. ينبغي إنه هذه المعين الذي يعينهم على مواصلة حرب الشعب اليمني أن يتوقف وأن تتحرر الحديدة، وإذا أردت أن تكسر إذا أردت أن تجبر الحوثيين فعلا على التفاوض فيجب أن يشعروا أن هناك خطرا حقيقيا يعني يهدد اجتثاثهم تماما. يعني قبل اتفاق ستوكهولم كان صوت الحوثيين أخفت بكثير مما هو عليه اليوم. اليوم لأن الجيش كان داخل الحديدة، أيوة، لأنه كان هناك ضغط عسكري كبير واقع عليهم، طيب. ولأن الحديدة كانت على وشك أن تتحرر من قبضته، اليوم صار يتعاملوا، سحبوا كثير من مجموعاتهم المسلحة ودعموا بها مناطق أخرى قتالية، تم تحديد الجبهة، والأمم المتحدة تريد أن تطبق ما طبقته في الحديدة أيضا في تعز، وتعمل نقاط منع تقدم وتحمي ما هو بأيدي الحوثيين كي لا يحرر من قبل الدولة الشرعية، ولا ينبغي إطلاقا أن نجر إلى هذا الفخ الكبير. أنا يعني ما أراه وما أسمعه
أن الشرعية فعلا منتظرة إلى أن يستوفي الرجل وتستوفي ستة أشهر طلب ستة أشهر لا ما ستة مع في لقائه مع رئيس الجمهورية طلب ستة أشهر اتفاق الحديدة لا أعتقد هذه معلومات لا أعتقد أن الشرعية أعطته ستة شهور أنا اللي أعرفه أنه إلى نهاية شهر فبراير طيب أنه أخذ إلى نهاية شهر فبراير اللي إحنا الآن داخلين فيه يعني شهر واحد لا المرابطين في الميدان والمتلهفين لتحرير الحديدة والذي هم على أهبة الاستعداد ومتحرقين حرقت أعصابهم بهذا الاتفاق لأنهم يعلمون أنهم كانوا قادرين على تحرير الحديدة لن ينتظروا أكثر ولا الشرعية ستنتظر أكثر يعني خيارها العسكري ما زال واحد ما زال قائما يمكن تحرير الحديدة ما زال قائم يمكن إنهاء وما مسمى اتفاق الحديدة وخيار بعد تعنت الحديدة وخيار الشرعية أنها في أي وقت قد تقول لأي مبعوث أنه غير مرغوب فيه ومتحيز لميليشيا الحوثيين وتغيره قائم ولها الحق في ذلك وهذا ربما هو ما ستصل إليه الأحداث إن استمرت الحوثية في تعنتها بهذا الشكل الأستاذ عبد الغني الحميري الكاتب والباحث السياسي كنت معنا شكرا جزيلا لك شكرك شكرا جزيلا شكرا لك شكرا لضيفي اللذين أيضا شاركانا هذا الحوار تحية مفصولة لكم مشاهدينا على المتابعة ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة نسلط من خلال برنامج مستقبل الوطن الضوء على مستجدات الأحداث والقضايا الوطنية بقوا معنا